بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم، معكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله نكمل مع بعض كلمات التشابتر 3. اول كلمه عندنا كلمه اسمها فريزنج. فريزنج يعني التجمد. ويعني ايه تجمد يا مستر؟ معناه ان انت تجيب حاجه ليكويد، حاجه سائله اصلا، وتروح تحطها في الفريزر، تروح تحطها ايه في الفريزر، فتتحول من صوره ليكويد لصوره سوليد. يعني مثلا انت جبت ووتر، فالووتر دي انت حطها في الفريزر، اتحولت من ليكويد جمدت، بقت حصل لها فريزنج، ده اللي احنا يهمنا، فريزنج، واتجمدت وبقت سوليد، ماشي؟ فكلمه فريزنج يعني تجمد. طيب عكس بقى الفريزنج، يعني عكس ان انت يكون عندك حاجه اتجمدت، ان يكون عندك حاجه ساحت حصل لها انصهار. فانصهار يعني يسيح، ان انت مثلا جبت التلج وسبت التلج ده لحد ما ساح، انت كده عملت حاجه اسمها ميلتنج. ميلتنج يعني انصهار، اسمها ايه؟ ميلتنج. ميلتنج كلمه مهمه جدا، معناها ان الحاجه ايه؟ تسيح. طيب عندنا كلمة مهمة اسمها temperature. temperature كلمة temperature يعني درجة حرارة. مثلا الجو النهاردة تلاقي جو حر، الجو ساعة، ده بناء على الحاجة اسمها temperature. temperature يعني درجة الحرارة، دي درجة بتعبر عن السخونة او البرودة. يعني كنا اتكلمنا قبل كده عن فكرة ان يطلع بخار مية، او ان بخار المية ده، او ان المية تسخن فتتحول من ليكويد لبخار، او من ليكويد لجاز. فده ان المية تسخن وتتحول لبخار، ده اسمه ووتر فيبر. ووتر فيبر، ووتر فيبر يعني بخار الماء. ووتر فيبر، ووتر فيبر يعني بخار الايه؟ بخار الماء. بكده نكون خلصنا الكلمات في الفيديو ده، بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق. كنت معاكم مستر احمد الباشا، باي باي.